يمه فدوة انا حبيبي في هبل طويل بالطو طويل هذا ما يم عند بالعالم من ام كارديشن وش اسمه خط منو هذا خط منو حبيبي والله ثانك يو عمري 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 يا روحي والله مشكور وايد بل بس الحين بكشخ فيه بكشخ فيه الحين خلي لا هذا مو حق الحين لا وديك مبدي هذا تشتري فيه كبت ملابس والله بسبب يا روحي والله مشكور وديك مقدي خلي البعض نشوفه والله انت يا امين اجمل ما خلق ربي مو انا والله عمري عمري عاد مجهزه نفنوفي الاسود كان امين البالطو بيدنا بس شنو مال كبيره في الظهر؟ ما أكل حبة واحدة بالكويت ولا حاضرين عبيبة أمج أنت قلت ماما وايد بوسني عمري اليوم كله كان سناب مالك تو شوي ها لما شبكت على البيت صار أوكي لما شفتني أنا شنو هذا الفرزاتشي؟ الغالب ألم أنا جبت لها اليوم هدية وراح أذلج دلتين ليش؟ لأنه ماكو منها إلا حبة واحدة والثانية أخذتها أم كم كارديشن حتى لو تبحثون بالنت وشي ما أدري هو الباي قال لي ما أدري صدق ولا يقص عليك سرنج مالي شغل يعني هديتي الثانية أقوى تبون؟ هذا عطر هذا جرافيتي عطر أمين الجديد أنا رشة لوكس واي لازم تحرش انا اطرش حالات ليش تشتري لك جرافيتي هي صار جرافيتي اشوف ايش تصير شين يهبل والله أنا... بدون مجامله والله العظيم العطر نار اي نار انا خليته بس حق النساء فقط اليوم ان شاء الله الحفله راح تكون شيء ناري اليوم مباشر راح نستانس اليوم مباشر لازم اهدي لك هالاغنية بس المفروض انت تهدي شو متأخر عيسى الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة شفت شلون لاجل انت كرم مدينة والله الله يعطيك العافية والله بدعت ما شاء الله عليك صوت تبارك الرحمن هزيت المسرح هز ما بقى بي يا صبر يا معودان تعابت الله عليك تروح ما بقى ايوه يا عيسى جاهز فاولات الحين عيسى مو وصل ما ادري انا حق منهم حق الفضل الله يعطيك العافيه